طبيعي. هل المهنه دي طبعا سؤال هيبقى ربما يبقى غريب بالنسبه لك، اتفضل، هل هي على وشك الانقراض؟ اكيد. ايه ده، مهنه الحنكي؟ اكيد. ازاي؟ اكيد. امال مين هيحل محله؟ التكنولوجيا. باختصار باختصار شديد جدا، كنت انا بعت لرئيس ديوان رئيس الجمهوريه الدكتور زكريا عزمي. نعم. زمان. بتقول له ايه؟ اول ما مسك قلت له بتكلم الاول على الجامعات الخيريه والجامعات الاسلاميه وبعضها بقت شبه كل واحد له طريقه في فكره. انا عايز اقول لحضرتك حاجه، اللي عنده حاله وفاه لما انا اقوم اخدمه بعلم معاه، بعلم جوه قلبه. فاهم. ان انا ما سبتوش طبعا، بعد يومين ثلاثه حاسب، بعد شهر ما حاسبش، علمت جواه. وده كان السبيل لبعض الجامعات الاسلاميه يخشوا بيها، يخترقوا بيها صفوف البشر.